غادي نهضر في هذا الفيديو على رحيل الوالد الركراكي من الفريق، وغادي نعطي بعض الاسماء اللي يمكن يدربوا الوداد في الموسم الجاي، وغادي نشوفوا جوج ديال التعاقدات اللي وقعوا في هذه السيمانه هذه للوداد. وقبل ما نبدا الفيديو، اذا بغيتوا غدا ان شاء الله ندير لكم فيديو رياكشن على الاهداف والمهارات ديال اوناجم. وصلوا لنا هذا الفيديو هذا 2000 لايك باش نعرف باللي راكم باغي ندير ديك الفيديو غدا ان شاء الله. واذا كان يعجبك المحتوى الكره ما تنساش تشارك في الصفحه وتنضم للعائله الكرويه. واذا كنتم مستعدين نبداو. بلا شك الرحيل ديال الوليد الركراكي غادي ياثر بزاف على الفريق الوداد، لان بكل صراحه الرحيل ديال المدرب مع الركائز ديال الفريق راه غادي ياثر بزاف على الفريق. وكاين بعض الناس يقول لك اصلا خاص يمشيو هاد اللاعبين هذا مع المدرب باش يجيو لاعبين جداد اللي باغيين يجيبوا الالقاب. ما فهمتش انا هذا اللي تيقول هاد الهضره هذه كيفاش يفكر اصلا؟ كيف زعما انت ديت الالقاب بهذا الفريق هذا خاصني نبدلو ونجيب لاعبين جدادين اللي باغيين يديو الالقاب؟ يعني دابا انت اللي تقول هكذا خاص اي فرقه تدي شي القاب ديك اللاعبين ولا ديك المدرب خاص العام الجاي تشونجيهم كاملين. يعني مثلا ريال مدريد العام اللي دات الشامبيونز ليغ ودات البطولة خاصة تمشي تبيع بنزيما، تبيع ركائز الفريق، تحيد حتى المدرب باش العام الجاي دي دوري ابطال اوروبا. يعني واحد الحاجه اللي تتقولها الاخوه راه ماشي منطقيه، راه باينه ماشي منطقيه. يعني ماشي يمشي لك مثلا المدرب الركراكي ويمشي لك معاه بنزا ويمشي لك داري ويمشي لك يحيى جبران ويمشيو لك الركائز الفريق وتقول لي العام الجاي بواحد اللاعبين غادي يجيو جدادين غادي كل شيء. يعني الاخوه شي حاجه اللي ماشي منطقيه، راه ماشي منطقيه. الركائز ديال الفريق اللي تدي بهم البطولات خاصك تحافظ عليهم ضروري، واللاعبين اللي ما تيعطوكش في التيران هما اللي خاصك تشونجيهم، ماشي العكس. ماشي انا غادي نبيع ركائز ديال الفريق مع احسن مدرب عندي ونجيب لك لاعبين اللي جدادين اللي ما عرفهمش حتى كي دايرين وغادي يديو لي دوري الابطال الافريقي العام الجاي. وزيد على شي الاداره لا ديال الوداد لا ديال الرجاء للفرق المغربيه كاع ما تيحافظوا على الركائز، ولكن داير بحال واحد المدرسه اللي تيبينوا اللاعبين وتيعاودوا يبيعوهم. وهادشي الاخوان راه ما صالحش الكره المغربيه. ما يمكنش الاخوان في 2022 دي دوري ابطال افريقيا وسير عاوتاني واحد 6 سنين ولا 7 سنين حتى شي فريق ما يديها من المغرب، لان دائما تنشوفوا نفس السيناريو، اللاعبين مثلا تيبانوا مع الفرق لا الوداد لا الرجاء العام الجاي ما تلقاوش البطوله المغربيه كاع، وبالمقابل باش يمشيو للدوري المصري للاهلي ولا الزمالك. وثاني حاجه ما عرفتش انا الزمالك والاهلي باش فايتين الدور المغربي من ناحيه الفلوس. يعني الفلوس اللي عند الاهلي المصري والزمالك راه نفسهم عند الوداد والرجاء، وبجوج بهم شروط افريقيه وبجوج بهم عندهم جمهور كبير. انا تنشوف الاخوان بكل صراحه الادارات اللي كاين في البطوله المغرب تيحاولوا يستافدوا اكثريه ماديا، يعني بالدارجه يربحوا الفلوس الصحيحه، وبالمقابل ما تيهمهمش يديو الالقاب ولا ما يدوش الالقاب. نمشيو دابا الاخوان المدربين اللي يمكن نشوفوهم الوداد في الموسم الجاي. غادي نحطكم ثلاثه ديال العناصر وانتم اكتبوا لي في كومونتير شكون هو المدرب المناسب للفريق. غادي نبداو باول مدرب اللي هو بيتسو موسيماني. هذا المدرب هذا حاليا هو مدرب ديال الاهلي المصري، وكاين اللي تيقول لك بلي مستحيل يجي للوداد لانه غادي يرجع من الطاقم الفني، ولكن راه صعيب. راه المدرب اذا مشيتي وعطيتيه عرض زوين راه غادي يخلي هذيك البوست هذاك ويجي لعندك. نمشيو دابا المدرب الثاني يمكن يجي للوداد الموسم الجاي. المدرب الثاني اللي كاين في هذه القائمه دي اللي هو حسين عموسه، وحتى دابا مازال عنده خلاف مع نصيري، ولكن هذا الخلاف هذا يمكن يتصلح مستقبلا. وكما كنقولوا المصلحه ديال الفريق هي الاولى، وحسين عموسه شخصيا تنشوف هو اللي تيصلح للوداد، هو اقرب مدرب اللي يمكن يدرب الوداد الموسم الجاي. نمشيو دابا المدرب الثالث اللي عندنا في هذه القائمه هذه، هو المدرب البرتغالي الكسندر سانتوس. واللي ما تيعرفش هذا المدرب هذا راه مدرب سابق للاهلي المصري، ودرب حتى فريق الشارقه الاماراتي وحتى بيترو كونغولي. وانا مع الثلاثه ديال المدربين اللي قلت لكم تنشوف باللي حسين عموته هو اللي قريب. انت يكتب لي الراي ديالك في الكومونتير شكون هو اللي تيصلح للفريق. نمشيو دابا الاخبار الميركاتو، جوج لاعبين اللي جاوا للوداد. بلا ما نحتاج نرجع نهضر على اللاعبين اللي تعاقدوا مع الفريق اللي قبل، راه فايد درت فيديو والمتبعين في الصفحه راه عارفهم ديجا. وفي هذا الفيديو غادي نهضر على اخر التعاقدات ماشي اللي قبل، غادي نهضر على اول واحد اللي سنى رسميا اللي هو اوناجم. واخر اخبار تتقول بلي اوناجم سنى مع الوداد لمده جوج مواسم، ورفض العرض من السعوديه ب 800 مليون واختار العرض ديال الوداد ب 200 مليون. وكاين بعض الناس ينتقدوا اوناجم وتيقول لك حنا ما عندنا ما نديرو به في الوداد. وانا تنشوف اللي تيقول هذه الهضره راه غير تيخربق. لاعب حاليا وصل السن ديال 30 عام، وتعرفوا اللاعبين اللي تيكونوا في هذا السن هذا وتيوصلوا للطوب ماكسيمو ديال الخبره ديالهم، لان اللاعب في هذا السن هذا تدخلوا مثلا يلعب راه تيعرف فوقاش غادي يهاجم وفوقاش غادي يدافع وفوقاش غادي يلعب لك الكونترات، ماشي بحال لاعب اللي تيكون باقي صغير خاصك يلا تهضر معاه. وزيد على شي اوناجم دائما تيعطي الوداد اللي في قلبه. نمشيو دابا نهضروا شويه على الارقام ديال اللاعب. اللاعب لعب 251 ماتش بمعدل ديال 15400 دقيقه، ماركا فيهم 32 بيت وعطى فيهم 67 اسيست، ارقام كبيره بزاف. اللاعب تيلعب كجناح في الدور المغربي، ولكن اللي تيخاف منه الجمهور ديال الوداد هو اللاعب ماشي ما ينجحش، لان اللاعب ما نجحش نهائيا مع الفريق ديالو اللي هو الزمالك المصري، وهادشي اللي خلى الزمالك ما يزيدش مع الموسم الجاي ويخليه يقلب على شي فريق اللي لعب مع الموسم الجاي. ولكن انايا كرأي شخصي تنشوف اوناجم اللي اختار الوداد اختار الفريق المناسب. وزيد على هادشي العام الجاي غادي نشوف واحد التنافس بينه وبين المترجي على ديك البوست هذاك، وهادشي غادي يعطي واحد المنافسه قويه على ديك البوست هذاك وغادي ياخذوا اللي تيستاهل. نمشيو دابا للتعاقد الثاني اللي يمكن يدار في هذا الاسبوع هذا ولا الاسبوع اللي جاي. مهاجم ديال
مليحه طنجه اكسي ماي يمكن نشوفه في الوداد الموسم الجاي، لان بكل صراحه الرحيل ديال بنزرا اثر على الفريق بواحد الشكل كبير وباين بزاف. وشفنا الاخوان بعد الرحيل ديال بنزرا ثلاثه ديال الماتشات الفريق يلاه ماركا بيت واحد، وهذا الشيء موسم كامل ما شفناش في الوداد الاخوان. لهادشي الاخوان احسن خلاف بنزا هو اكسي ماي، وزاد هادشي اللاعب عنده واحد الاكسبيرينس طويله في الميادين الاوروبيه وخصوصا فرنسا مع اف سي باريس، وعنده اكسبيرينس اخرى في تركيا وحتى في الدوري المغربي. نمشيو نهضروا على الارقام ديال اللاعب. اللاعب لما اتحاد طنجه 51 ماتش، من هاد 51 ماتش ماركا فيهم 25 بيت وعطى 5 ديال ليزاسي. وانا تنشوف اذا الوداد مشاو جابوا هاد اللاعب هذا غتكون واحد الصفقه ممتازه بزاف. وغادي نشوف الوداد مشاو للركائز ديال الفريق وعوضهم باحسن ركائز كاين في البطوله حاليا، لان مشى لهم بنزا غادي يجيب بلاصو اكسل ماي، ومشى له اشرف داري ويمكن نشوفو تعاودو زولا المدافع ديال شباب محمديه. وانا بالنسبه ليا كرأي شخصي الوداد تعرفوا هاد الموسم هذا يجيبوا التعاقدات، يمشي له لاعب ماشي بوست يحاول يعوضو بشي لاعب نفس البوست. المهم الاخوان شنو تيبالكم في اكسل ماي؟ واش تيصلح الوداد ولا ما تيصلحش الوداد؟ كتبوا لي في الكومونتير، وانا الاخوان كما تعرفوني تنقرا الكومونتيرات ديالكم كاملين. وفي الاخر الاخوان ما تنساوش ديروا لنا لايك الفيديو وتهلاو.